نقابة أطر ومغلظة في وزارة المالية التي تهدف من ضمن ما تهدف له هو الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لموظفي وزارة المالية. هي نقابة شاملة لجميع الأسلاك المالية، نقابة تهدف إلى احترام القائمين على شأن الوزارة بالتطبيق الصارم للنصوص الناظمة للقطاع، حيث نجد هناك اختلالات كبيرة بين النصوص الناظمة للتطبيق وما يتم يعني فعله على أرض الواقع. هذه ناحية. الناحية الثانية هي الفوضوية في التعيينات من خارج القطاع، يعني هناك نصوص ناظمة توضح بشكل واضح، ومثلا يعني كانت يعني للرئيس يعني للرئيس في الحفل الماضي يعني للمدرسة الوطنية للإدارة الدور الواضح أن الموظف يكون محوري في جميع السياسات الإصلاحية اللي يقام بها على مستوى الشأن العام وعلى مستوى القطاعات. هناك مثلا يعني هذه الندوة تسعى لمواكبة الإصلاحات الإدارية والمالية في وزارة المالية، لكن كذلك تسعى إلى أن يكون للموظف الدور المحوري، لأن الموظف هو الشخص المؤهل والأداة والوسيلة التي يمكنها الاطلاع بهذه الإصلاحات بوتيرة متسارعة بأنجع الطرق بأتم ما يمكن. إذن النقابة تضع كامل تصرفاتها يعني في إيجاد وخلق شراكة مع القائمين يعني على شأن وزارة المالية من أجل النهوض بهذا القطاع، من أجل تحسين صورته، من أجل أنه يكون في المستوى المطلوب، ليطلع بالدور الوطني يعني المتاح به في تنمية وفي تطوير بقية القطاعات في البلد.